للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية محسن حسني من لندن. محسن أهلا بك معنا. إذا بريطانيا تعترف بالاشتراك مع أمريكا وكندا والسويد في بناء قدرات عسكرية قبل بدء بالعملية الروسية، هذا خبر أسأله لك بعد سؤالي عن الواقع الآن، واقع الإضرابات في بريطانيا، تأثير ذلك الواقع وفق المراقبين لديك على عمليات المساعدة العسكرية الخارجية والحديث عن تمويل وما إلى ذلك، في حين أن بريطانيا تصرف الآن حول التمويل للمعركة أكثر من ذي قبل. نعم راد، بعد التحية، يبدو أن صيف بريطانيا الممطر سيكون هو الأكثر سخونة هذا العام على مستوى الإضرابات الفئوية والعمالية التي يعني يقوم بها العاملون في قطاعات مختلفة من الدولة. العاملون يعني لا تزال الفجوة كبيرة بين عروض الزيادة في الأجور التي تعرضها الحكومة وبين طموحات الفئات العمالية التي تواصل إضراباتها بين حين وآخر. الفئات التي تعمل في مطار هيثرو أو العاملون في مطار هيثرو أعلنوا أو بدأوا بالفعل منذ 24 من يونيو الماضي إضرابات مستمرة وسلسلة جديدة من الإضرابات تستمر حتى 27 من أغسطس المقبل. إذن على مدار نحو شهرين وثلاثة أيام سوف يضرب العاملون في مطار هيثرو أكثر من 31 يوما عن العمل بسبب الفجوة التي الموجودة بين عروض الحكومة في زيادة الأجور وبين الزيادة في الأسعار وتضخم الأسعار. الحكومة عرضت زيادة قدرها 5-7% في الأجور، بينما هناك زيادة أو في الأسعار وتضخم وصل مداه إلى 8.7% في الأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات وأيضا أسعار الطاقة. بالتالي الفئات العمالية وخاصة عمال النقل يرفضون هذه الزيادة التي تعرضها الحكومة، والتي يعني قالت الحكومة أنها تتراوح بين 5-7% طبقا لاختلاف الفئات العمالية التي تضرب عن العمل، ولكن هذه الزيادة لا تزال أقل بكثير من الزيادة الحادثة في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي هناك تضخم جامح أحدث تآكلا في الأجور، وهذا يعني سبب قلق كبير للفئات العمالية المختلفة في بريطانيا التي بدأت إضراباتها منذ العام الماضي ولا تزال مستمرة خلال هذا الصيف وربما أيضا إلى مطلع العام المقبل. محسن حسني شكرا جزيلا لك، مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، على هذه التفاصيل حول الإضرابات والدعم البريطاني لأوكرانيا. شكرا جزيلا لك.